لنفترض أن زد واحد زد اثنان عددان مركبان مختلفان، ولنفترض أن زد تساوي واحد ناقص تي زد واحد زائد تي زد اثنان. لبعض الأعداد الحقيقية تي تقع بين صفر وواحد، وإذا كان عمدة العدد W أو argument W يمثل العمد الأساسي للعدد المركب W ولا يساوي صفر، ونعلم أن عمدة العدد المركب هو الزاوية المحصورة بين المحور الحقيقي وبين الخط الذي يربط بين النقطة الأصل ونقطة صورة العدد المركب. دعوني أرسم هذا لأوضح أكثر. هذا هو المحور الوهمي وهذا هو المحور الحقيقي، وهذا هو العدد المركب وليكن زد. عمدة العدد زد هذه الزاوية هنا، وإذا فاي تساوي عمد زد. هذا هو ما معطى لنا في الجزء الثاني من السؤال. الآن لنمر على كل واحدة من هذه ونرى أي واحدة من هذه الإجابات هو الصحيح. إذن لنجد أولاً زد ناقص زد واحد، أو القيمة المطلقة لزد ناقص زد واحد. سيكون الناتج القيمة المطلقة لزد ناقص زد واحد. دعوني أكتب هذا ليكون القيمة المطلقة. لنرى زد، سأكتب باللون نفسه لنركز على هذه أولا. زد عبارة عن هذا الشيء، دعوني أقوم بتوزيع هذا. زد واحد ناقص تي زد واحد، وزائد تي زد اثنان. ومن هنا سنطرح زد واحد، إذن من هنا سنطرح زد واحد، إذن ناقص زد واحد، بالتالي تحذف هذه وهذا وتحذف هذه وهذه، ولنرى ويمكن استخراج العامل تي من هنا، وستصبح العبارة القيمة المطلقة لتي ضرب زد اثنان ناقص زد واحد. وإذا هذا هو ناتج القيمة المطلقة لزد ناقص زد واحد. لنجد الآن القيمة المطلقة لزد ناقص زد اثنان، يساوي القيمة المطلقة لزد ناقص زد اثنان، وزد موجودة هنا في الأعلى، إذن القيمة المطلقة لواحد ناقص تي زد واحد زائد تي زد اثنان، ومن هنا سنطرح زي اثنان، إذن ناقص زي اثنان. إذن ماذا يمكن أن نفعل هنا؟ يمكن أن نستخرج من هنا تي ناقص واحد، يمكن أن نستخرج زد اثنان كعامل مشترك من هاتين العبارتين، فيصبح لدينا القيمة المطلقة لواحد ناقص تي ضرب زد واحد. ولهذه العبارة هنا سأستخدم لونا آخر، زائد تي ناقص واحد، تي ناقص واحد ضرب زي اثنان. إذن زائد تي ناقص واحد ضرب زي اثنان، فهذه العبارة تصبح هذا الشيء. هنا دعونا نرى ماذا سيحدث عندما نضيف هذا إلى هذا. ما سنقوم بفعله هو جمع هذا إلى هذه، ومن ثم يمكننا أن نبسط، فيصبح الناتج هنا هذا المقدار، القيمة المطلقة لتي ضرب زد اثنان ناقص زد واحد.
زائد، وهذا المقدار كله هنا قبل أن أقوم بكتابته هنا. كيف يمكن تبسيط هذا؟ لدينا 1 ناقص تي و تي ناقص 1، ولكن سأغيره قليلا، وهذا يساوي القيمة المطلقة لواحد ناقص تي زد واحد. وبما أن لدي 1 ناقص تي فسأضع إشارة سالبة، إذا ناقص 1 ناقص تي هنا، فقط قمت بتبديل الترتيب، ناقص 1 ناقص تي ويساوي تي ناقص 1، وهذا الشيء الموجود هنا حيث لدينا 1 ناقص تي ضرب زي 2. هذا سيصبح القيمة المطلقة سأقوم بإخراج العامل المشترك 1 ناقص تي، القيمة المطلقة لي 1 ناقص تي ضرب زد 1 ناقص زد 2. إذا لدينا هذا المقدار، سأنسخه وألصقه، نسخ ولصق، لدينا هذا زائد هذا، وهذا هو تبسيط العبارة A. دعونا الآن نرى إذا كان بإمكاننا تبسيط هذا أكثر. تي عبارة عن وحدة تدريج وتقع بين 0 و 1، كما قيل لنا أنها تقع بين 0 و 1، هذه قيمة موجبة وهذه أيضا قيمة موجبة. هنا 1 ناقص تي ما يعني أنها قيمة موجبة. هذا سيكون نفس الشيء باستخدام تدريج المقدار، نفس الشيء، هذه لتقدير المقدار، هنا هذه عبارة عن قيم موجبة، تي ضرب القيمة المطلقة. في الحقيقة دعوني أكتب الخطوة هنا، تي القيمة المطلقة لتي ضرب القيمة المطلقة لزد 2 ناقص زد 1، زائد القيمة المطلقة لواحد ناقص تي، واحد ناقص تي ضرب القيمة المطلقة لزد 1 ناقص زد 2. ودعوني أكون واضحة، القيمة المطلقة لزد 1 ناقص زد 2 ستعادل القيمة المطلقة لزد 2 ناقص زد 1. هذه المتجهات تذهب باتجاهات مختلفة، والأعداد المركبة يكون الواحد فيها صورة سالبة عن الآخر، لكن قيمتها عند أخذ القيمة المطلقة تكون نفسها. إذا سأكتب القيمة المطلقة لزد 2 ناقص زد 1، والسبب لقيام بذلك هو للحصول على نفس الشيء هنا، وبهذا أستطيع استخراج عامل مشترك. القيمة المطلقة لزد 2 ناقص زد 1 هي نفس الشيء للقيمة المطلقة لزد 1 ناقص زد 2، فنحن نذهب لاتجاه آخر. ما يمكن فعله هنا؟ حسنا، القيمة المطلقة لتي، وتذكر أن تي قيمة موجبة، هذا يساوي تي، ثم القيمة المطلقة لواحد ناقص تي مرة أخرى، هذا موجب، بالتالي تكون 1 ناقص تي، ويمكننا استخراج هذا كعامل مشترك، فنحصل على تي زائد 1 ناقص تي ضرب القيمة المطلقة لزد 2 ناقص زد 1. الآن تحذف التي هنا، ويتبقى لدينا القيمة المطلقة لزد 2 ناقص زد 1، ونرى أن الخيار A قد نجح. هذا زائد هذا يساوي هذا المقدار. الآن سأترككم هنا، وفي العروض اللاحقة سنجرب بعض الخيارات المتبقية التي يمكن أن تكون أيضا صحيحة.